كما ذكرت قبل ساعة من الآن بدأ تطبيق قرار منع التجول في منطقة حائل كواحدة من مناطق المملكة التي بدأ فيها تطبيق هذا القرار. نتواجد الآن في الطريق الدائري بمنطقة حائل، كما ترى الصورة محمد الطريق خالي تماما إلا من تواجد الجهات الأمنية. هذا القرار الذي صدر أمس محمد يهدف إلى منع وجود أي تجمعات بشرية قد تساهم في نقل الفيروس، خصوصا مع عدم التزام بعض الأفراد كما ذكر المسؤولون في وزارة الصحة. محمد، قد يتساءل البعض، حائل لم تسجل حتى الآن أي إصابة بفيروس كورونا، قد يتساءل البعض ما الداعي إلى تطبيق هذا القرار؟ أولا، هناك حالات لازالت في العزل الصحي بالمستشفيات وحالات موجودة في الحجر الصحي في الفنادق، لم يتبين حتى الآن أو لم تكمل فترة الحجر الصحي. الأمر الثاني، هناك بعض أصحاب المهن المستثناة الذين يتنقلون بين المدن، فهؤلاء قد يكونون حاملين لفيروس كورونا، إضافة إلى احتمالية وجود بعض الأشخاص الذين حاملين للفيروس ولكن لم تظهر عليهم أي أعراض. فعدم تسجيل منطقة حائل أي حالة إصابة بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية لا يعني عدم احتمالية وجود الفيروس في المنطقة خلال الفترة القادمة. محمد، هناك جهود تبذل من جميع الجهات الخدمية والصحية، طبعا هذه الجهود كلها تهدف إلى منع انتشار الفيروس ولا تهدف إلى عدم وجوده، لأن كل الجهود أو كل المسؤولين يذكرون أن الجهود تبذل لعدم انتشار الفيروس وليس لعدم وجوده. فعدم وجود الفيروس خلال الفترة الماضية في منطقة حائل لا يعدو كونه توفيق من الله سبحانه وتعالى. سالم، إذا لا توجد حالات حتى الآن ولله الحمد في حائل، ولكن دعني أستوضح منك نقطة. أنت تحدثت أنه في بعض الحالات أو بعض الأشخاص موجودين في الحجر أو العزل الصحي ولم تظهر عليهم العلامات، هل تقصد في حائل تحديدا أم في عموم المملكة؟ لا محمد، نعم توجد حالات في حائل حاليا داخل العزل الصحي في المستشفيات، وهؤلاء من ما يوجد لديهم بعض الأعراض لكن لم تؤكد حتى الآن إصابتهم بفيروس كورونا. أيضا توجد حالات داخل المحاجر الصحية في الفنادق، وهؤلاء ممن قدموا من مناطق أخرى يتواجد فيها الفيروس ولكن لا توجد عليهم أي أعراض، ولكن حتى الآن لم تسجل حائل أي إصابة بفيروس كورونا بشكل رسمي. هؤلاء فقط يقضون وقت العزل الصحي داخل المحاجر الصحية في المستشفيات. طيب، أو داخل الفنادق. طيب، في حال حدوث أي إصابات كيف تستعد حائل صحيا لمواجهة كورونا؟ يوجد محمد ثلاثة مستشفيات، أولا مركز لكورونا في مستشفى ملك خالد بحائل، أيضا يوجد مستشفى آخر احتياطي في تحديدا في مركز الملك سلمان أو في مستشفى ملك سلمان التخصصي، إضافة إلى وجود بعض المستشفيات الاحتياطية. كل هذه استعدادات في حال لا سمح الله سجلت إصابة بمنطقة حائل. هناك بعض أو هناك أقسام جهزت لكورونا، وهي تتكون من عدد أو أقسام مختلفة على ثلاثة أنماط. قسم للعناية المركزة، هذولا فيما لو أصيب أحد بفيروس كورونا سيكون هناك قسم للعناية المركزة، وقسم لمن حملوا الفيروس ولم وحالتهم مستقرة، وقسم آخر للحجر الصحي. سالم، هذه كلها استعدادات فيما لو سجلت حالة رسمية بمنطقة حائل.